مع تواصل فعاليات مهرجان كان، ما زالت إطلالة النجمة المكسيكية اللبنانية الأصل سلمى حايك أخيراً في هذا الحدث السينمائي تجذب وسائل الإعلام العالمية. سلمى تحدثت إلى وكالة الأسوشيتد بريس عن إنتاجها لفيلم صور متحركة مقتبس عن كتاب النبي للأديب اللبناني جبران خليل جبران الذي ما زال قيد العمل وعرض جزء منه في خلال المهرجان، واعتبرت حايك أن إرثها وجذورها اللبنانية لعبت دورا في اختيارها لهذا الفيلم. The book has sold more than 100 million copies around the world. So it's very inviting for everyone, different religions, different ages. But how do you make it into a film? And so, first of all, I thought animation was the perfect way to do it because visually you can do extraordinary things. ويشارك في إنجاز فيلم النبي 9 مخرجين من العالم، وكل مخرج ينجز فصلا من فصول الكتاب لتجمع لاحقا في فيلم واحد، ما شكل نوع من المخاطرة بالنسبة للمنتجة حايك. It was a big risk that we took and we're very lucky because it works. It works. Everybody said this is never going to work and it did. The film, it was very important to me that it was not preachy. And it was fun. لبنان لم يحضر فقط في الفيلم من خلال كتاب جبران خليل جبران وإنتاج النجمة اللبنانية الأصل حايك، إنما أيضا من خلال الموسيقار اللبناني جابرييل يارد الذي أرفق النبي بسحر موسيقى الشرق.